خدمت 36 سنة، كنت مونيتور سبور وكنت انستريكتور، كنت كنقري في المدرسة ديال الوقاية المدنية. وخرجت أجيال ديال الوقاية على يدي، كاين اللي ضباط دابا قراو على يديا، هما موجودين حاليا شادين المدن الكبرى وهما اللي كيسيروا الميدان لحد الآن. وتماما حنا دوزنا 36 سنة مع الدولة، وفي الأخير نوحلو في عملية ديال 5 سنين ديال 5 مليون، اشنو كتعني؟ اخيرا قال لي ما عندكش لاميتيال، ما فهمش هادشي كيفاش. دابا ما تلوش حتى كيستقبلوني، كيجيني غير كريز ولا شي حاجه كنمشي، ما كيتلفتوا عليا الاطباء، كيتفرقوا كيخلوني واقف بوحدي، وانا ما عندي غير الله تبارك وتعالى وحداني. الحقيقة كنشكروا بعض الناس اللي اتصلوا بنا، هذا في حد ذاته راه تفكير، راه تفكرونا مداهم اتصلوا بنا وسمحوا لنا، حنا كنعتذروا إلى خرجت منا شي زلة لسان. وهذا في حد ذاته راه شعور كبير وفرحة كبيرة مادام تفقدونا، بالنسبة لي أنا راه شي حاجة كبيرة مادام هم اتصلوا بينا. ولحد الآن أنا راه كنعتذر إلى خرجت شي زلة لسان منا، راه كنا تحت ضغط المرض والفقر وتوحدانية الأسرة. الوقاية المدنية راه هي الكل في الكل، وراه بها كنعيشوا ومنها كناكلوا ومنها كنتنفسوا، وراه هي الكل في الكل. الحب ديالنا راه واصل لهيئة الوقاية المدنية، حتى ما عندوش الحد وما عندوش المعنى بالنسبة لي أنا. نحن مطمئنين ما يكون غير خير إن شاء الله، والرجاء في الله وفيكم، الله يجازيكم بخير. شوية لاباس شوية لاباس، ما كنناول واحد تريتمون، كنحس شوية لاباس. في الحقيقة كنشكروا بعض الناس اللي اتصلوا بنا، هذا في حد ذاته راه تفكير، راه تفكرونا مداهم اتصلوا بنا وسمحوا لنا، حنا كنعتذروا إلى خرجت منا شي زلة لسان. في وقت هذيك الحالة اللي كنا مضطرين، راه كنا تحت ضغط نفسي وضغط المرض، ولهذا إلا صرات منا شي زلة لسان كنطلبوا السماحة وكنطلبوا العذر من هيئة الوقاية المدنية وجميع المسؤولين واللي من يهمه الأمر، ولهذا كنزيدوا نطلبوا الاعتذار. وهدف حد ذاته راه شعور كبير وفرحة كبيرة مادام تفقدونا، بالنسبة لي أنا راه شي حاجة كبيرة مادام هم اتصلوا بينا. ولحد الآن أنا راه كنعتذر إلى خرجت شي زلة لسان منا، راه كنا تحت ضغط المرض والفقر وتوحدانية، كنت ديك الساعة الدم طالع بربعة وعشرين الوقت اللي درت هذاك الاستجواب، راني كنت تحت ضغط نفسي رهيب، ولهذا كنعتذر. الأسرة الوقاية المدنية راه هي الكل في الكل، وراه بها كنعيشوا
ومنها كناكلو ومنها كنتنفسو وراه هي الكل في الكل. لولا ما كرهناش نكونوا فعال شبابنا ونعاودوا أزر ونعاودوا نبداو من الاول ونكملوا المسيره ديالنا حتى نموتوا، ولكن هذا هو حال الاعمال وهذا هو الحب ديالنا راه واصل لهيئة الوقاية المدنية حتى ما عندوش الحد وما عندوش المعنى بالنسبة لي أنا. بها كنعيشو، هي النفس، هي الكل في الكل، وبها عايشين لحد الآن وهي الكل في الكل. ولهذا كنطلبو باش ما تخلوش علينا، الله يجازيكم بخير. رحنا في حالة حرجة وراه باقي تابعنا لوبيراسيون. نحن مطمئنين ما يكون غير خير ان شاء الله، والرجاء في الله وفيكم، الله يجازيكم بخير. وكنطلبوا من الله ومنكم باش توقفوا معنا وتكونوا قدوة لينا، الله يجازيكم بخير. احنا واحد منكم، ولهذا كما كنقولوا بالدارجة الحاملة خناز راه كيهزوها غير موليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.